بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من يستفتونك. اليوم هو يوم عاشوراء، كل عام وحضراتكم بخير، وهو يوم يحمل ذكرى ومعنى حول سنة الله عز وجل في إهلاك الظالمين الطغاة في الدنيا قبل الآخرة، حيث نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام وأهلك فرعون وجيشه. وسبحان الله، فوسيلة النجاة والإهلاك واحدة، فهو شق واحد في البحر وفي بحر واحد، لكن هذا الشق كان للمؤمنين نجاة ورحمة، بينما أصبح للكافرين عذابا وهلاكا. ولقد ذكرت قصة موسى وفرعون كثيرا في القرآن الكريم لأن فيها الكثير من العبر والعظات، ولعل من تلك العبر كما ذكرنا سنة الله عز وجل في إهلاك الظالمين في الدنيا. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. وسنة الله في إهلاك الظالمين قد تأتي بعد إمهال طويل وإرسال الرسل والآيات، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف عن فرعون وملئه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق الله العظيم. وربما يستعظم بعض الناس أمر الطغاة وسلطانهم وقوتهم، لكن المؤمن يعلم دائما أن الله عز وجل أكبر من كل ذلك وأعظم، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن سنن الله لها أسبابها، وهذا من ابتلاء الله عز وجل أن يكون هناك إمهال للظالمين. لكن لا بد للمؤمن أن يثق في وعد الله بنصر المؤمنين مهما بدا هذا النصر بعيد المنال أو صعب التحقق. قال الله عز وجل في سورة عن قصة أم موسى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فوعد الله عز وجل حق، وسبحان ربنا القدير الذي جعل مصدر الخوف والرعب في قصة سيدنا موسى وهو فرعون أن يقتله وهو طفل صغير، هذا مصدر الرعب والخوف، هذا هو نفسه أصبح مصدر الرعاية والتربية بتدبير الله عز وجل. وبعد، فنرحب في بداية حلقة اليوم من يستفتونك بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم أخي الحبيب الأستاذ طارق والإخوة الأحبة في الإعداد وفي الإخراج وفي الإنتاج والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. شيخنا، بداية يعني هناك بعض الناس قد يقول مثلا أن مسألة إهلاك الله عز وجل للظالمين في الدنيا ربما كانت مرتبطة برسل في أزمان معينة ولم يعد هذا الأمر يحدث. مثلا نرى الكثير من الطغاة والظالمين في عالمنا اليوم، فهل يمكن أن يحدث لهم مثل ما حدث للطغاة في السابق أم لا؟ الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع محامده، في علمه، على جميع نعمه، في علمه، على جميع خلقه، في علمه، في مثله، وهكذا دوليك صمدا في صمد دوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك، في علمك، في ملكك، في دوامك، فاكتب لنا مثل هذا الحمد وعدده حتى نكون أكثر خلقك لك ذكرى وأعظمهم لك شكرا وعندك خشية وعندك أجرا وقدرا. والشهادة الله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها منة منك وكرما كما قلت، وقولك الحق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل زفير وكل شهيق في علمك، في ملكك، في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وأحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك ومن شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهم وما فيهما وما فيما بينهم الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة من شئت من شيء بعد. وهكذا دوليك صمدا في صمد بدوامك. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم علي أحد من خلق
في علمك في ملكك في دوامك، فاكتبنا من المصلين والمسلمين عليه معهم عدد ذلك في مثله مثلي وكذا الوليد، حتى نكون أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وفضلك وكرمك أقرب منهم مجلسا يوم القيامة. اللهم أمين. أمين. وبعد، فإجابة على هذا السؤال باختصار، أي نعم شيخنا، الله تعالى يعني كما قال عز من قائل في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي نعم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الحديث: إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل للظالم ولا يهمله، أي نعم، حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور العزيز المجيد. والله سبحانه وتعالى يعني وعد أنبياءه ورسله وأتباعهم بنصرهم، وعد أنبياءه ورسله وأتباعهم السائرين على منهاجهم وعدهم بالنصر، أي نعم، أنه سيهلك عدوهم، وهذا الوعد لا يتخلف، ووعد الله غير مكذوب، وكان وعد الله مأتيا. إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. لكن هذا الوعد أو هذا الوعيد يعني في علم الله وفي تقدير الله وفي قضاء الله وفي قدر الله، قد يقع هذا الإهلاك في حياة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وقد يقع بعد حياتهم وبعد وفاتهم، لكن الوعد لا يتخلف. قال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: فإما نرينك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنا مرجعهم، فإما نذهبن أي أخرى، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. الله تعالى أيضا يعني يبين أن وعده لا يتخلف أبدا. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والسنة إذا سمعنا وقرأنا هذا السؤال أن نجيب: لا أحد، فلا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: اللي لا يصدق هذا الوعد واللي لا يثق في هذا الوعد عفوا يضرب رأسه في أعرض حيط ينتحر. اسمع الآية الكريمة في سورة الحج، يقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ويقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال تعالى في أواخر الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أكثر من مؤكد، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهكذا قال تعالى في سورة الإيه، في سورة الصافات. فلنثق بوعد الله، لكن مطلوب مني أنا شخصيا، مطلوب من كل مسلم شخصيا أن يبحث عن موقع قدمه، أين هو من نصرة دين الله، أين هو من نصرة شريعة الله، أين هو من نصرة أنبياء الله وأولياء الله الصالحين، أين هو؟ ابحث عن موقعك، نعم، ابحث عن مكانك أنت، فالله نعم تعالى سينصر. ولذلك يقول تعالى في سورة القتال أو السورة المسماة باسم سيدنا محمد: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم. اللهم اجعلنا منهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. آمين يا رب. طيب شيخنا اعتقد يعني النقطه وضحت شيخنا، ولو حضرتك حابب تضيف شيء ممكن ان شاء الله في يعني نعود ليه مره اخرى في الحلقه، لكن بدات الاتصالات تردنا. معنا الاخ محمد من مصر. استاذ محمد، طيب يبدو فقدنا الاتصال مع الاستاذ محمد. شيخنا كان السؤال كنا اخذناه المره الماضيه في حلقه في جزئيه بس استفرق حبيبي شيخنا. بالنسبه لليوم، هنيئا للصائمين اليوم، هنيئا للصائمين هذا اليوم الاثنين العاشر من المحرم، وبشراهم ان الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوب السنه الماضيه، يعني الذنوب التي سبقت قبل ذلك، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: يعني احتسبوا على الله تعالى صيام عاشوراء يكفر السنه التي قبل او السنه الماضيه. روايتان بهذين النصين. هنيئا لهم، واحد
أن يوم عاشوراء اثنين هنيئا لهم أنه يوم الاثنين وفي هذا اليوم تعرض الأعمال على رب العالمين، هنيئا لهم ثالثا أن هذا اليوم من الأشهر الحرم، وفي الحديث صم من الحرم ما شئت. هكذا أحبائي في الله سبحانه وتعالى أكثر من سبب وزف به التهنئة للصائمين لهذا اليوم. وبعدين هذا اليوم آخر الأيام العشرة الأولى، وقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يحيون عشرات ثلاث ويهتمون بها ويجتهدون في العبادة فيها. العشرة الأولى العشرة الأيام الأخيرة من رمضان بلياليها، ففيها ليلة خير من ألف شهر. والعشرة الثانية هي العشرة الأيام الأولى من ذي الحجة، لأن فيها يوم أعظم أيام الدنيا كلها يوم النحر. والعشرة الثالثة هي العشرة الأيام الأولى من المحرم، من شهر الحرام المحرم، وتختم اليوم، فهذا هو اليوم العاشر. فهنيئا لهم. سؤال أتاني من بعض الإخوة ويتردد كثيرا، لماذا صيام يوم عاشوراء ربنا بيكف به ذنوب سنة واحدة، بينما صيام يوم عرفة اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة ربنا بيكف به ذنوب سنتين؟ لماذا؟ ليه عرفة سنتين وليه عاشوراء سنة واحدة؟ الجواب واحد، لأن صيام عاشوراء إكراما لموسى، أما صيام عرفة فكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المفاضلة بين النبيين الله فضل بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفضلنا بعض النبيين على بعض كما سورة الإسراء. فلما كان رسول الله أفضل الأنبياء على الإطلاق فكان صيام يوم عرفة يعني إكراما له، فإكراما لهذا الكرم وتتابعا وتردا لهذا الكرم كان صيامه يكفي الذنوب سنتين، وكان صيام عاشوراء بيوم واحد في سنة واحدة. هذا سبب أول. السبب الثاني أن صيام يوم عرفة يكون في شهر حرام، وقبله شهر حرام اللي هو ذو القعدة، وبعده شهر حرام هو المحرم. أما صيام يوم عاشوراء فهو في شهر محرم وقبله شهر محرم وليس بعده، فكان صيامه يكفي الذنوب سنة واحدة فقط. وهكذا أحبائي، جزاك الله خيرا. شيخنا معنا الاخ عبد الرحمن من الكويت. استاذ عبد الرحمن، اتكلم من قناه مخرج. استاذ عبد الرحمن سمعنا؟ ايوه استاذ صادق، ازاي حضرتك؟ اتفضل بالسؤال، اهلا بحضرتك، اتفضل. وازاي فضيله الشيخ جعفر، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. الله يخليك. انا بس كنت عايز اسال بالنسبه لصيغه الاستغفار، انا بستغفر أقول استغفر الله أو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله. نعم. مع الأسف سمعت الشيخ بيقول لا، ده هو مش الصيغة دي اللي بنقولها، بتقولها أنت، مش هي الصيغة دي. فأنا كنت عايز أعرف هل الصيغة بتاعت البسيطة تمشي عادل ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ما يقرب من مليار وحوالي 600 مليون مسلم على مستوى العالم. طيب يعني ونقول نفرض مثلا زي الشيخ في مليون أو ملايين ناس متقية وناس مؤمنة، ليه لما يعني ما فيش واحد فيهم يعرف بالله على الظلم اللي شايفينه من الظلمة وعلى الباطل؟ لو ما بس أنا لسه سامع الشيخ بيقول يومي ولا يومي. ماشي، شكرا يا شيخ. شكرا جزيلا. طيب شيخنا الاول، سؤال الاول عفوا، شيخنا بيتكلم على صيغه الاستغفار، هو بيستغفر بشكل مبسط يعني استغفر الله العظيم فقط، فهل هذه الصيغه مقبوله؟ نعم جائزه. احنا نقول انا ومثلي يتكلم في الجواز من عدم وفي الصحه من عدم، اما القبول فعلى الله عز وجل، لان الله تعالى شرط القبول شرطا وهو التقوى. قال تعالى في المائده انما يتقبل الله من المتقين. لكن لو اني قلت استغفر الله فقط جائز، صحيح. نعم. واسمع ما يقول تعالى في دليل على هذا، قوله تعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. هكذا بإطلاق. هذا دليل أول. الدليل الثاني في آل عمران، يقول تعالى في أوصاف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أو بإطلاقه لم يقيد ولم يحدد صيغة معنى، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من الصيغة أيضا أن نقول أستغفر الله وأتوب إليه، وهذا من الصيغ التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغفر الله تعالى 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، أستغفر الله وأتوب إليه. وكذلك في أواخر سورة النصر، الله تعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد نزول هذه الصورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، لدليل هذه الآية الكريمة. وأيضا سيد الاستغفار،
سيد الاستغفار اللي من السنن ان نردده صباحا ومساء في اذكار الصباح والمساء. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، ابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قاله صباحا موقنا به فمات مات على الفطره، ومن قاله مساء موقنا به فمات مات على الفطره. وبعدين سيدنا موسى عليه السلام اللي قتل قتل خطا كما في سورة القصص، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ترأى فغفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فغفر له. يبقى سير كثيرة جدا، سيرة سيد الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ودي من الصيغ المسنون أن تردد بعد كل صلاة من الصلاة الخمس صلاة المكتوبة، أو باختصار أستغفر الله وأتوب إليه، أو أقل ذلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهكذا إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا. طيب هو شيخنا سؤال الأخ عبد الرحمن الثاني بيتكلم على مسألة الظلم اللي بيتعرض ليه المسلمين حول العالم، ولماذا لا يتحدث العلماء عن هذا الأمر؟ طبعا هو متعلق شوية يعني موضوع حلقة اليوم شيخنا عن مسألة هلاك الظالمين وسنة الله في هذا الأمر. هو احنا يعني الاخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا اذا كان لازم معنا على الخط او على الاقل يتابع الارسال والبث الان، يعني مثلي يتكلم وغيرنا الكثير من اخواننا من طلبه العلم نحسبهم كذلك ونزكيهم الله نتكلم، لكن وندعو على الظالمين ودعوه المظلوم يرفع الله تعالى فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، لكن الله سبحانه وتعالى والاخ عبد الرحمن جزاه خيرا يعني تبين له أني فيما قدمت من قبل قلنا إن الله يمهل ولا يهمل، يعني إمهال، لعلهم يراجعون أنفسهم، لعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فنتكلم عن هذا الظلم ونبينه، ومن أدعية الصالحين من الأدعية التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنه المسلم لما يخرج من بيته إلى سفر إلى غيره يقول اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وهكذا، فنحن نتكلم إن شاء الله تعالى ونحن نتكلم ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم ويولي عليهم شرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. معنا الأخ نور الدين من المغرب. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام، مرحبا أخي، تفضل. وحياك الله وحيا شيخنا الفاضل. حياك الله. وسنة هجرية سعيدة عليكم وعلى جميع العاملين في قناة مكملين. شكرا أخي، شكرا. ورحمة الله على الشهيد مرسي رئيسنا الوحيد الديمقراطي الذي أتى بانتخابات حرة ونزيهة، ورحم عليه رحمة واسعة على جميع العلماء العاملين. وعندي واحد تنبيه وهو بأن هذه الكتابة ديال قناة مكملين راهي صغيرة، هذه الكتابة اللي تديروا الشريط ديال الأخبار الكتابة صغيرة، خاصكم تكبروها شوية. تمام شيخ. طيب أستاذ نور الدين، هل عندك سؤال يعني شرع أو فتوى تسأل عنها؟ عندي سؤال. تفضل. يا بعض الشيوخ، واحد الشيخ تطلع علينا من مصر ودابا تفتن الشباب، يفتن الشباب، هذاك اللي تطلع في قناة البصيرة ذاك الرضواني يعير في حسن البناء وسيد قوط وعبد الحميد كيشك ودير كتاب، ورانا قد فتن الشباب، لماذا نسكت عليه؟ يجب أن نتكلم عنه، لأنه تفتن الشباب تقول لك عنده الدلائل لأن حسن البناء وطالع مع ديك قناة البصيرة، أعمى الله بصيرته يا أخي. تمام أستاذ نور. إحنا أستاذ نور إحنا يعني إن شاء الله سنخصص حلقات للحديث عن هذا الأمر أستاذ نور بإذن الله في الفترة القادمة، مسألة يعني ما يثار حول بعض الكتابات من الإسلاميين خلال الفترة أو السنوات الماضية إن شاء الله. شيخنا يعني الأخ نور الدين يمكن بيقترح بعض الموضوعات للحل البرنامج إن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله، نضعها إن شاء الله في جدول البرنامج ونناقشها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شيخنا، كان في سؤال ناقشناه المرة الماضية شيخنا عن مسألة السائل بيقول إن هو حلف بالله كثيرا وسأل بعض العلماء فقالوا له إن هو يخرج كفارات لكن هو لا يستطيع إخراج الكفارات، لا يقدر على هذا الأمر، فهو كان بيسأل ماذا يفعل؟ كان في نقطة شيخنا بحب نوضحها. طبعا إحنا أجبنا على هذا السؤال في الحلقة الماضية وقلنا إنه إذا كثرت الأيمان وكثرت الأفعال، يعني فعل من الأفعال فعل من يعني منعقدة، إذا حلف على فعل طاعة ولم يفعلها، إذا حلف على فعل طاعة ولم يفعلها يلزمه كفارة، إذا حلف على ترك معصية ولم يترك معصية تلزمه كفارة،
طيب الكفارة طبعا كفارة اليمين أشار إليها المولى عز وجل في سورة المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى مخير بين واحد من الثلاثة، بين الإطعام ل10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بالخيار بين هذه الثلاثة. ولا ينتقل من هذه الثلاثة إلى الصيام إلا إذا عجز عنها، إذا عجز عن الإطعام ل10 مساكين، عجز عن كسوة 10 مساكين، عجز عن عتق رقبة، يبقى بعد ذلك ينتقل الصيام. لا ينتقل الصيام مباشرة وهو قادر. ولذلك قال تعالى فمن لم يجد، وهنا نقطة مهمة جدا، كثير من الناس يحلف يمين عفوا وبعدين ينتقل الصيام مباشرة، الأمر زي أكل حلاوة شرب الماء، لا، لا ينتقل الصيام إلا إذا عجز عن واحد من هذه الثلاثة، لأن الله تعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أخونا حلف أيمان كثير وسأل وجد أن عليه كفارة، إذا تعددت الأفعال وتعددت الأيمان التي حنث فيها يلزمه لكل فعل حلف عليه ولم يلتزم به يلزمه عليه كفارة. طيب في وقت ما وقع في اليمين، وقت ما حنث في اليمين، كان مسرا لأن يطعم أو يكسي أو يعتق رقبة، ولا كان معسرا؟ إن كان مسرا ولكن تباطأ وتماطل وأهمل ولم يفعل، بقيت في ذمته. الآن يريد أن يكفر، هل يستطيع؟ إذا كان لا يستطيع الآن واستمر العسر به، يبقى انتقل إلى الصيام، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، لكنه آثم بتأخيره عن الكفارة وقت قدرته عليها وقت استطاعته لها إن شاء الله. طيب شيخنا، هو لو نسى مثلا، هو كان هلف كم مرة يعني ماذا يفعل؟ لو نسى، يعني هو مش عارف عدد الحلفانات اللي هو حلفها، يغلب الذي يغلب على ظنه يجتهد. النص يقول تعالى في ضابط هذه المسائل فاتقوا الله ما استطعتم، هو يحصر ذهنه، وكما يقول التربويون يقوم بالعصف الذهني، يعصف ذهنه كم مرة هو حلف على ترك المعصية ولم يتركها ووقع في اليمين، كم مرة حلف على فعل طاعة ولم يفعلها ووقع في اليمين، كم مرة؟ غالبا إن لم يكن تحقيقا فعلى الأقل تقريبا. والنص كما قلنا فاتقوا الله ما استطعتم، والنص النبوي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمور النواهي لم تقيد بالاستطاعة، وذلك اسمعوني الحديث جيدا أحبائي في الله تعالى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الشاهد هنا في الحديث الصحيح هذا إن الطاعة في الأوامر قيدت بالاستطاعة. الطاعة قيدت بالاستطاعة، إنما ترك النواهي لم يأتي في هذا القيد. العلماء يقولون لأن كل النواهي التي ورد النهي عنها في الكتاب والسنة في مخدور المكلف أن ينتهي عنها، في مقدور المكلف أن يجعل بينه وبينها وقاية، في مقدور كل مكلف أن يكون في جانب وهذه النواهي في جانب آخر. أما الطاعات، أما الأوامر، فمنها ما يستطيع المرء ومنها ما لا يستطيع، ولذلك جاء القيد في الطاعات وتنفيذ الأوامر في الاستطاعة. طيب معنا الأخت أم عبد الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا عايز أسأل الشيخ إيه العطية؟ يعني في أخ متوفي فقال عشان يحرم الورثة قال له ده دي عطية مني لك. عطية لمين بقى؟ يعني لأحد معين يعني من الأسرة؟ لابن أخوه، يعني الميراث كله عطية لابن أخوه وحرم الورثة اللي هم إخوات البنات والأخ الثاني. طب خليكي معانا يا اخت ام عبد الله، شيخنا هي معانا لو تحب تسالها عن اي شيء. يعني هو عمل كده في حياته، اعطى الملكيه بتاعته كلها لابن اخيه. هو قال كل ما املك لفلان، بس ما فيش ورق ولا في اي حاجه. ايوه ماشي، لكن الكلام ده في حياته وملكه له فعلا ولا قال بعد وفاته؟ لا، هو قال كده في حياته كل ما املك لفلان، انما ما حددش بورق ولا باي شيء. ماشي يا ام عبد الله، يعني هو دلوقتي قال كل ما املك لفلان، يعني بعد وفاته، يعني بحيث يصير الملكيه يعني اخت ام عبد الله، اظن شيخنا اخت ام عبد الله، يعني هو لما قال هذه الحاجات ملكها له الان، ولا قال لما اموت تبقى بتاعه فلان؟
انا بعد ما اموت كل ما املك لفلان. تمام. فاخويا اللي عايش قال دي حقه بقى. تمام. تفضل شيخنا. دي هذا الكلام ام عبد الله خليك معانا الله يرضى عليك، هذا الكلام لا يجوز شرعا. هذا الكلام لا يجوز شرعا. والمطلوب والموكول اليه التنفيذ يوقف تنفيذ هذه الوصيه، يوقفها حتى لا يشارك في الاثم. والنص يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واحد. رقم اثنين، الله تعالى في توزيع المواريث استاثر بتوزيع التركه من فوق سبع سماوات منعا لمثل هذه التصرفات، وسماها نصيبا مفروضه، وسماها وصيه يوصيكم الله في اولادكم، وسماها حد. ولذلك الله تعالى توعد وعيدا شديدا على من يلعب في المواريث لحرمان بعض الورثه دون البعض الاخر، فقال في نهايه الايه، في نهايه الايه 12 من سوره النساء والايه 13 و14 بعدها، قال: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ويدخل جنات دجم تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتعدى حدوده، ربنا سماها حدود، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. ورسول الله عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيجور في وصيته فيدخل النار. ودي من علامات سوء الخاتمه والعياذ بالله، من علامات سوء الخاتمه ان الانسان يجور في الوصيه ويكون يعني يلحق الضرب بهذه الوصيه. ولذلك النص يقول تعالى في اواخر سوره الايه 12 يقول: وصيه من غير مضار. أي نعم. وصيه غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وغير مضار لا ضرر، والقاعدة الشرعية المأخوذة من نص الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. والنص الكريم في الآية 180 و181 و182 من سورة البقرة في آية الوصية بالذات يقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. بالمعروف، يبقى الوصية لابد أن تكون بالمعروف، فإذا كانت بالمنكر فلا يجوز أن تنفذ ولا تسمع ولا تطاع. بالمعروف حقا على المتقين، يعني المتقي هو اللي هيعدل ولا يجور ويصب المعروف ولا يصب المنكر. ثم قال تعالى: فمن بدله بعدما سمع، إذا كانت وصية بالمعروف، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. فمن خاف من موس جنفا، جنفا يعني ايه؟ ذنب عظيم، جنفا واثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. سوره البقره. أيه. راجعوا الايات دي 180 و181 و182 سوره البقره اللي بتقول ان هذه الوصيه لا يجوز ان تنفذ. أيه. ابدا، وانما يعطى لكل وارث حقه الذي فرضه الله عز وجل له فوق سبع سماوات. نعم. اي نعم. طيب شيخنا سائله بتقول عندي هو يا شيخ هو مش راضي يدي لحد، قال الهديه دي عطيه، نعمل معاها ايه؟ لا، عشان يا ام عبد الله قلت لك الكلام من الاول، هي عطيه ولا وصيه؟ لان فرق لا بين العطيه والوصيه يا ام عبد الله، في فرق بين العطيه والوصيه. الوصيه تعريف العلماء لها انها تمليك مضاف لما بعد الموت، فاي تمليك بعد الموت يبقى ليه وصيه. انما العطيه في حياته، يعني يتنازل عن كل ممتلكاته كلها ابن اخيه في حياته هو، يتصرف فيه هبه ما في باس، لكن 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 بعد وفاته يبقى ليه وصيه، فلا يجوز شرعا ان تنفذ. ولذلك المصطلحات الفقهيه مهمه جدا، هل هي وصيه؟ هل هي هبه؟ هل هي بيع؟ ولا ايه بالضبط؟ حتى لابد من تحرير المصطلحات. بعد الموت يبقى ليه وصيه، فلا تنفذ شرعا. واللي هيشارك في تنفيذ واللي هينفذ الوصيه دي شريك معه في الاثم والذنب ومتعاون معه الاثم والعدوان. أيوة. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. اترك الامر خالص، لما يعني الامانه ربنا يستردها ويلقى هو رب كريم حسابه على الله، لكن ينفذ الوصيه يعدل فيها ويوزع التركه كما امر الله سبحانه وتعالى، فيعطي الاصحاب الحقوق حقوقهم بلا ظلم ولا جور ولا ضير ولا ضر. بالتاكيد طبعا هم عليهم ان هم ينصحوه ايضا شيخنا ان هو يتنازل. ايوه، دي النصيحه ما في باس. أي نعم. استجاب لهم بها ونعمت، ابغى الخير نفسه، ان لم يستجب لهم لا يسمعوا كلامه، لان الحديث يقول: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. والله سبحانه وتعالى يقول حتى لو كان الوصي ده ولي امر، الله تعالى يقول في النساء: الذين امنوا اطيعوا الله
واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اي نعم. عند الامر بتاعه الرسول اعاد الفعل واطيعه، لكن عند اولي الامر لم يقل واطيعوا. ليه؟ لان طاعه ولي الامر من طاعه لو اطاعه الرسول. فاذا امر ولي امر عام ولا خاص بامر ينظر هل هذا الامر فيه طاعه لله والرسول ينفذ، لان في معصيه لله والرسول يبقى على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره، الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. اي نعم. طيب شيخنا، سائلة بتسأل بتقول إن هي عندهم محل أجروه مبلغ معين وبتخرج هذا المبلغ بنية الزكاة والصدقة عنها وعن أولادها وعن زوجها المتوفى كل شهر، بتقول إن هذا المبلغ 1000 جنيه وهي بتخرجه بهذه النية، فهل هذا جائز أم لا؟ يعني أنا عايز تلخيص السؤال. صيغة السؤال شيخنا، يعني بتقول عندي محل أجرته بمبلغ 1000 جنيه في الشهر وبتخرج هذا المبلغ كل شهر بنية الزكاة والصدقة عني وعن أولادي وعن زوجي المتوفى، فهل هذا جائز؟ لابد من أن نفرق بين الزكاة والصدقة. الزكاة تكون على مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، الزكاة ودي المفروضة، واللي فيها الآية رقم 60 من سورة التوبة بتبين مصارف الزكاة، إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله أعلم الحكيم. دي الزكاة. لكن الصدقة اللي هي عن بقى تشمل التطوعية وغيرها، فإذا كانت هي بترصد هذا المبلغ صدقة وصدقة عن زوجها وعن يعني اللي هي ذكرتهم في السؤال صدقة لا بأس به، لكن كزكاة لابد أن تتوفر فيها شروط الزكاة أن يكون مال فعلا زكاة، لأن يكون رأس مال موجود بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. نعم. طيب معنا الأخ أحمد من مصر. فالخلاصة يجوز لها أنها تخرجها كصدقة عامة. صدقة عامة. نعم. تمام، وضحت شيخنا. معك الأخ أحمد، تفضل. أخ أحمد اسمعنا من الهاتف وإغلق التلفاز لو سمحت. أيوة. تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ أحمد اسمعنا من التليفون لو سمحت. ألو. أيوة سامعينك. اسمعنا من التليفون وما تسمعش من التلفزيون. تفضل. أنا متكلم بالتليفون أهو. السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام. ألو معنا. ألو. تفضل أستاذ أحمد. تمام. ماشي. أنا أب الأربع أولاد. أيوة. عندك أربع أولاد. أنا وشغال بمرتب يعني مش بيكفي البيت عندي. شغال مع رجل مالك، بس أنا ايوه سامعينك، بس هو بيقع ظلم على ناس كتير في الشغل معايا، واعتبر انا اعتبر عارف الظلم دوت. هو راجل مستغل جامد لكل امكاناته، فانا مش عارف هل اسيبه او مش اسيبه، ما عنديش سبيل تاني للعمل. بيعمل امور صعب برضه، بيعمل منكرات جامده جدا. فانا مش عارف برضه الموضوع دوت، فهل بمعرفتي بالامور الكبيره اللي هو بيعملها دي، هل انا ابقى مشارك معاه في الذنوب اللي هو ممكن يكون بيعملها دي؟ طب يعني يا أحمد يعني هل الظلم والحاجات اللي هو بيعملها دي يعني متعلقه بشغلك، انت بتشارك فيها بشغلك، ولا بس هو راجل بيعملها لوحده؟ يعني هو بيعملها لوحده، بس ساعات بضطر يعني ممكن اكذب بسبب ان هو ممكن يقول كذا يعني. تمام استاذ احمد. طيب خليك معنا يا استاذ احمد. شيخنا سؤاله غير امور هو بقى بيعملها شخصيه، انا برضه عارفها، فهل كمل؟ هل انا يقع عليا جرم؟ تمام يا استاذ احمد، انا السؤال بتاعك واضح. شيخنا هو بيعمل في وظيفه وهو عنده اربع اطفال وبياخد مرتب من هذه الوظيفه، ولا يستطيع ان هو يتركها لان المرتب ضعيف والحاله الماديه كما تعلم، ولكن صاحب العمل يعني شخص بيعمل بعض المنكرات والظلم وبيطلب من هذا الشخص احيانا ان هو يكذب في بعض المواقف، فماذا يفعل؟ واجب عليه اولا ابداء النصيحه، والحديث الصحيح الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا واحد أول.
والمريض والأعرج والمريض والأعرج والأعمى ليس عليهم حرج أن يقعدوا عن الجهاد بشرط إبداء النصيحة. ولذلك النص يقول تعالى ولا إذا نصحوا لله ورسوله معنا محسن مسلم، ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، إلى أن يقول إذا نصحوا لله ورسوله معنا محسن مسلم، هو يبدي النصيحة وتبرأ ذمته وتخلى مسؤوليته. النقطة الثانية، النقطة الثالثة أنه عليه أن يغير هذا المنكر ما استطاع بيده، إن استطاع، إلا من استطاع فبلسانه، فإلا من استطاع فبقلبه. الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا من استطاع فبلسانه، فإلا من استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان. ومن أسباب لعنة الله لبني إسرائيل على لسان الأنبياء داود وعيسى بن مريم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون، والتناهي من أفعال المشاركة. يعني إيه؟ يعني لا يقع الفعل إلا بالمشاركة بالاثنين. كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا. فبالتالي حتى تبرأ ذمته وتخلى مسؤوليته ويكون بمنأى عن هذه اللعنة، يعني ينكر هذا المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والحديث الصحيح يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عملت الخطيئة بأرض، إذا عملت الخطيئة بأرض، الذنب أو المعصية أو الإثم، إذا عملت الخطيئة بأرض كان من شهدها وأنكرها أنكرها كمن غاب عنها، من شهدها وأنكر كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. يعني لو منكر وقع، لو منكر وقع في مصر، منكر وقع في مصر وبعدين على سبيل أو في أي بلد في العالم، في قارة أفريقيا مثلا، واحد من الناس شافه على التلفاز وهو في استراليا أو في أمريكا الجنوبية أو الشمالية ورضي هذا المنكر، هو شريك له كأنه شاهد معه وحضر معه. وبعدين إذا 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 وقع المنكر في أي قارة ومسلم شاهد على شاشة التلفاز أو القنوات التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي وهو موجود في 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 نفس البقعة ونفس أرض الحدث وأنكره، كان كمن غاب عنه. مرة ثانية أو ثالثة الحديث بالنص إذا عملت الخطيئة بأرض كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. فوجبه أن هو ينهى، وجبه أن هو يبتعد، وجبه أن هو ينتهي، وجبه أن هو ينأى بنفسه عن هذا المنكر ويشارك فيه حتى لا يكون معاونا له على الإثم والعدوان. والنص كما قلنا أكثر من آية في هذه الحلقة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا 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 نصحه خلاص برئ ذمته وخذ مسؤوليته ويستمر في عمله ويبحث عن مكان آخر، يعني يكون عنده طموح، يكون عنده تطلع أن يحسن مستوى معيشته حتى يؤمن لأولاده. كفى بالمرء إثما أن يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يخذ. يسعى ويطلب في الأرض، والله سبحانه وتعالى يعني إذا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منك طيب شيخنا الأخت اللي كانت سألت عن مسألة الزكاة والصدقة بعتت بتقول إن المقصود إنها تخرج نصف المبلغ زكاة والنصف الآخر صدقة جارية، وبتقول إن المبلغ بلغ النصاب. المال أصلاً مال مين يا أستاذ طارق؟ المال أصلاً المحل ده أصلاً مال مين؟ هل هو مال المتوفى نفسه ولا مال مين ولا مال هي شخصياً؟ والله يا شيخنا احنا نطلب منها انها تضيف هذه المعلومات ايضا عشان نوصلها لحضرتك، لان اذا كان المال ده مال المتوفى الرجل اللي هو زوج المتوفى يبقى المفروض ان ده يتم توزيعه كتركه. انما اذا كان مال هي تصرف فيه كما تشاء، وكما قلنا زكاه يبقى الزكاه لها شروطها. في مال بلغ النصاب حال الحول الهجري يجب اخراج الزكاه فيه، والزكاه مفروضه تاتم اذا لم تخرجها. لكن الصدقه التطوعيه ان اخرجتها اثيبت، وان لم تخرجها لا تاتم بها ان شاء الله. والحديث يقول في المال حق سوى الزكاه. أي نعم. طيب معنا الأخ محمد من مصر. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، واحد في خناقة مع زوجته تلفظ بلفظ الظهار وأتبعه بلفظ الطلاق، وبعدها في خلال فترة العدة رجع، ما هو حكم الشرع؟ السؤال الثاني في سورة البقرة، للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أنا كل ما أسأل دار الإفتاء بيقول لي لا عندي، وأنا عايز أفهم بس. أنا عندي 61 سنة وراجل عاجز، فأرجو حضرتك توضحوا لي أحكام الإله. السؤال الثالث، يعني منع المرأة أنها تتزوج من كتابي، هل ده مكرمة ليها ولا نقص من حقوقها؟ وشكرا. شكرا جزيلا. طيب شيخنا السؤال الأول، يعني رجل كان فيه خلاف مع زوجته تلفظ بلفظ الظهار ثم أتبعه بلفظ الطلاق ثم راجعها في العدة، فما الحكم؟ هو الأخ صاحب السؤال اللي قدم السؤال هو صاحب الحالة
وما زال معنا على الخط. استاذ محمد ما زلت معنا؟ لا انا مش صاحب الحاجه دي، اختي او اختي هي صاحبه الموضوع. لا انا يعني اخ محمد حبيب الله يرضى عليك، في مسائل الاحوال الشخصيه احبس ان يكون صاحب الحاله هو الذي يتكلم، لان الان لما تقول انه هو تلفظ بلفظ الظهار وبعدها تلفظ بلفظ الطلاق. السؤال موضوع الطلاق يدخلنا في حلقه سابقه تكلمنا عنها في الطلاق الشفهي، لكن برضو لما قال ظهار هل يقصد يعني فعلا ان امراته ان زوجته عليك ظهر امه وقاصد ذلك فعلا؟ وبالتالي اذا تلفظ بهذا الظهار بهذا اللفظ هو عامل متعمد وقاصد ومريد ومختار، يبقى اصبحت امراته اصبحت زوجته اصبحت محرمه عليه حتى يطلع الكفاره، لا يحل له ان يمسها ويلمسها الا لما يطلع الكفاره الاول. وبالتالي يبقى الطلاق لما يصدر لفظ الطلاق بعد منه بعد الظهار هي اصلا مراته محرمه عليه، وبالتالي يبقى الطلاق في غير محل بغير ذات صفة. وبعدين الظهار يقول تعالى في آية الظهار والكفارة منها في سورة المجادلة أو المجادلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر رقبة من قبل أن يتماس، من قبل ما يمسها. ودي الحالة الوحيدة اللي لا يعود الأمور إلى مجاريها إلا بعد ما يخرج الكفار الأول. يقول تعالى والذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون ثم يعودون لما قالوا فتحر رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعلم خبر. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، يعني يصوم شهرين متتابعين بالتقويم القمري أو الهجري. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، يبقى إذا عجز عن الرقبة يصوم شهرين، إذا عجز عن صيام شهرين لظروف صحية يقول أهل الذكر من الطب أنه عاجز ولا يستطيع أن يصوم يطعم 60 مسكين وبعد ذلك يرجع لزوجته هكذا. يبقى ده الظهار، ده بالنسبة للسؤال الأولاني. يبقى بالتالي تلفظه بالطلاق بعد الظهار زوجته مش بعصمته لأن هي محرمة عليه، هذه واحد. نعم تفضل الحين. أي نعم شيخنا. طب سؤال الثاني شيخنا عن مسألة معنى الإيلاء في الآية. الإيلاء باختصار شديد هو الحلف. قال تعالى في سورة البقرة الآية اللي هو أشار إليها أخونا الأخ محمد، يقول تعالى الذين يؤلون من نسائهم يؤلون، يعني يحلف انه ما يقرب مراته. نعم. يعني يحلف انه ان يعني انها ايه انه يبتعد عنها ويجتنبها. قال تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر، تربص وتصبر الماده واحده، الماده الاشتقاق واحده، الصاد والباء والراء. تربصوا تتربص وتصبر عليه اربعه اشهر، انفاق ورجع الى زوجته وباشرها واخذ حقه منها واعطى حقه وفى حقها وعفها وعفى نفسه، يبقى خلاص بريء. لكن اذا مرت الاربعه اشهر ولم يراجعها ولم يباشرها ولم يمارس حقه منها وحرمها من حقها المشروع لها وهدف من اهداف الزواج، يبقى يخير بين انهاء الحياه الزوجيه. يقول تعالى للذين لها الحق انها ترفع امرها القاضي ويفصل بينهما، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا فاؤوا يعني ايه؟ رجعوا. فقاتلوا التي ترجع حتى تفي يعني ترجع وهكذا، فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. يبقى فاء يعني رجع ورجعت الامور لمجاريها ووفى حقها وحصنها ومتعها لا باس بذلك وتمشي الحياه الطبيعيه. لم يرجع ولم يفئ ولم يثق الى رشده ولم يرجع الى صوابه، لا الحق انها تفارقه على هذا الاساس. يبقى باختصار شديد الإلاء هو الحلف، والنص يقول تعالى في سوره النور ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه، يعني ولا يحلف اولو الفضل منكم والسعه الى اخر النص الكريم. واضح شيخنا. السؤال الثالث شيخنا عن مسألة منع المسلمة من الزواج من كتابي، بيسأل هل هذا تكريم للمرأة أم أنه انتقاص من حقها؟ لا أبدا، ده تكريم للمرأة وتكريم للإسلام وإعلاء للإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. الإسلام يعلو، لأن الوقت لو المرأة مسلمة تزوجت بيهودي أو نصراني، بالتالي الأولاد مستقبل الأولاد طبعا هي تكون طيعة له، ما يقوله ستسمعه، ما يأمرها به ستطيعه، وبالتالي قد يأمرها بما هو عليه من كفر. يقول عزير ابن الله او بما عليه من كفر، يقول مسيح ابن الله بما هو عليه من كفر الله الثالث ثلاثه. وبالتالي يكون في ذلك اضعاف لها والزواج اسر. اتقوا الله في النساء فانهن عوان، كما في الحديث الصحيح، فانهن عوان عندكم جميعا هو الاسير، اخذتمون بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. وبعدين الولي امر هذه المراه عليه ان يتقي الله فلا يدفعها الا لزاد الدين، والنص يقول تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. النص يقول تعالى نص النبوي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. والنص في المساله نفسها يقول تعالى
يوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. تكون محصنه تكون عفيفه وليست حربيه. فهو اكرام للمراه المسلمه اكثر من ان شاء الله. نعم. طيب معنا الاخ محمد من مصر. استاذ محمد. استاذ محمد تفضل اسمعنا من الهاتف ولو يا ريت باختصار لو سمحت. استاذ محمد سمعنا؟ طيب يبدو فقدنا الاتصال مع الاستاذ محمد. طيب معنا الاستاذ ايمن من مصر. استاذ ايمن. استاذ ايمن معنا؟ معاك يا فندم. اتفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله انا معايا واحد صديق ليا شغال في الصيدليه. كان في دواء ناقص من الجيران. الدواء وصل النهارده وما كانش يعرف ان الدواء ناقص في الصيدليه، فجاء واحد بيسال على دواء فحلفه بالله وبالطلاق ان الدواء موجود. بعد كده اكتشف ان الدواء موجود وقال انا اسف انا ما كنتش اعرف، اتفضل الدواء اهو. فانا بقول له يعني انت كده حلفت بالطلاق، قال انا ما كنتش اعرف ان الدواء موجود. فما حكمه في الحياه؟ تمام، شكرا استاذ ايمن. طيب شيخنا السؤال يعني له صديق بيعمل في صيدليه وعارف ان في دواء معين خلص من الصيدليه، فجاله واحد يشتري الدواء فقال له يعني حلف بالطلاق بان الدواء ده مش موجود في الصيدليه، وبعدين بعد ما مشى الراجل بيبحث في الادراج فوجد الدواء موجود فعلا، فما الحكم؟ يمين له. يمين له. أيوة. اليمين اللغو طبعا الايمان عندنا في الشرع ثلاثه، اليمين المنعقده أن يحلف على فعل طاعة أو يحلف على ترك معصية، عامد متعمد. والنص يقول لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، سورة المائدة. والآية في البقرة لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. ده اليمين النوع الأول. النوع الثاني يمين غموس، يحلف إن ما فيش دواء موجود، الدواء المطلوب ده موجود وهو متيقن تماما إن الدواء موجود. يحلف له ويحلف انه غير موجود وهو يعلم ان الدواء موجود، هذا يمين غموس. اي نعم. وهذه يمين الغموس يعني لا كفاره لها الا التوبه، والحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله ونزور الايمان يوم القيامه ولا يزكيهم ولا عذاب الاليم، رجل على رجل حلف على يمين، رجل ايه؟ على فضل ماء بالفلات يمنعه من السبيل، ورجل حلف بعد العصر الى اخر الحديث، يمين غموس انه يحلف ليوهم المستمع ليه انه صادق وهو يعلم من خارج نفسه انه كاذب. ده النوع الثاني. النوع الثالث اللي هي اليمين اللغو، ان يحلف انه ما فيش الدواء موجود او موجود، ان يحلف الدواء ده غير موجود وهو باحث عنه في مكانه عرف وعارف المكان ده ان الدواء ده بيكون موجود المكان ده، هو أيوة. بحث عنه بالامس وما لم يجد منه شيء، لما ساله سائل ومراجع أيوة. قال له حلف انه مش موجود. اي نعم. بناء على جرده وفحصه السابق. اي نعم. وهو حلف هذا اليمين اي مكان، يمين بالله عز وجل او بالطلاق، هذا اليمين يمين لغو لانه تبين في بعض ذلك انه اليمين ده غير دقيق وغير صحيح لانه وجد الدواء في مكان اخر، فاليمين لغو. ولا يؤخذكم الله، لا يؤخذه الله، الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ عليه ولا يحاسبه عليه، مرفوع عنه الاثم مرفوع عنه الحرج، للنص الكريم في المائده لا يؤخذكم الله باللغو في اللغو باللغو في ايمانكم، لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤخذ مكاسب القلوب في المائده وفي البقره ان شاء الله تعالى. اي نعم. طيب شيخنا، هي الأخت اللي كانت بعتت سؤال خاص بالزكاة والصدقة، بتقول إن المال ده مناصفة بينها وبين زوجها وهو عبارة عن عمارة، وإن بعد وفاة زوجها تم تقسيم الميراث، وإن هذا المحل يعني هو موجود في العمارة وهي أوقفته بحيث إن المال بتاعه يخرج نصف زكاة ونصف صدقة. أوقفت الجزء المشترك بينها وبين زوجها ولا الجزء اللي خاص بها اللي قال إليها بعد الميراث؟ لا فقط، بس هذا المحل فقط. اللي هو في تركتها وملكيتها هي. اللي هو في ملكيتها هي. نعم. إذا كان خلاص لا الحق في هذا ما في بأس، بس نقول برضو الزكاة يعني عفوا هي المال الإيجار اللي بيطلع ده بالغ النصاب في حد ذاته ولا المبلغ ده بتضيفه إلى بقية ما عندها من خير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تجرد جرد سنوي في موعد نقطة نظام عندها في شهر رمضان كل عام، تجرد ما عندها من خير ربنا. بيجار هذا المحل وبقيه المدخولات الاخرى، وبالتالي تشوف الزكاه عليه ايه وتطلعه وبتطلع الجزء ده لهذا الباب، لا باس بذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان هو الجزء نفسه الايجار نفسه بالغ النصاب مرور الحول تطلعه زكاه ما في باس ان شاء الله. ما يلوش النصاب ما فيش زكاه، لكن ممكن تطلع الايجار كصدقه تطوعيه عن زوجها وعن من تريد ان شاء الله تعالى. وطبعا هذا في دليل على انه جواز الصدقه عن الميت. نعم. جواز الصدقه عن الميت لا باس بذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى. الله. طب شيخنا سعد بن عباده، شيخنا يعني احنا النقطه نفسها واضحه شيخنا، بس احنا للاسف وقت الحلقه خلص،
فحضرتك في نهايه الحلقه لو تحب حضرتك تدعي او شيء، يعني احنا في اخر دقيقه. طيب انا اقول بس النقطه، لسعد بن عباده سال الرسول عليه الصلاه والسلام ان امي افتلتت نفسها، امي افتلتت نفسها واريد ان اتصدق عنها، اتصدق عنها؟ قال نعم. فكان عنده مزرعه تصدق بها عن امه، فيجوز الصدقه عن الميت، الاخ الابن عن ابويه، المراه عن زوجها، الرجل عن زوجه، لا باس بذلك ان شاء الله تعالى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والحلم والنقى والعفاف والغنى. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدواب، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اشرق عليه الليل، ما اشرق ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يا من هو هكذا وليس هكذا شيء غيره، يا من يكفي عن كل احد ولا يكفي عنه احد، يا من يكفي عن كل احد ولا يكفي عنه احد، يا من هو هكذا وليس هكذا شيء غيره، استعملنا ولا تستبدلنا، ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، احسن خاتمتنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها، واجبنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اغفر لكل من صام هذا اليوم، اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللهم انا نسالك ان تتقبل منا صالح اعمالنا وان تتجاوز عما سوى ذلك وتبدل حسنات، انك سميع قريب مجيب دعوات ارحم الراحمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا وامين يا رب. في نهايه حلقه اليوم بنشكر ضيفنا الكريم فضيله الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، الى ان نلقاكم في حلقه جديده من يستفتونك، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.